إذن نذهب إلى هذا الاتصال ومزيد من المعلومات، وفيه ينضم معنا من عمان للحديث عن البيان الختامي لقمة العشرين التي أنهت أعمالها في الرياض وضرورة التعاون في ظل انهيار الاقتصاد الدولي. معنا الدكتورة هداب فالح الكبيسي، الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية. دكتورة هداب، بداية أهلا بك، كيف تقيمين بيان الختام لقمة العشرين؟ إلى أي مدى يتطلب اليوم تضامنا دوليا لمنع الانزلاق، لما هو أخطر؟ تفضلي. نعم، تحية لكم وللسادة المشاهدين. في الحقيقة البيان الختامي للمجموعة جي 20 واللي هو جزء منها كان المنتدى تي 20 اللي هو شبكة واسعة في النطاق من مراكز الفكر الثينك تانكس واللي يقدم مشورة سياسية، وكذلك حتى تعمل على تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. لذلك كانت يعني أهم التوصيات التي جاءت بها المملكة العربية السعودية بهذه المناسبة كانت هي أنه تأجيل مدفوعات خدمات الدين بالنسبة إلى الدول الفقيرة، وخدمات هذا الدين بالغة 14 مليار دولار، يعني تؤجل إلى فترات أخرى ليس في هذا العام. نعم. وأيضا يعني أيضا هنالك نقطة أساسية مهمة ذكرتموه في تقريركم، ألا وهو جائحة كورونا، وبالتالي أيضا كان هنالك رصد مبلغ 21 مليار دولار. نعم. لآثار كورونا اقتصاديا وطبيا في كل أنحاء. نعم. العالم، بالإضافة إلى أنه المجموعة العشرين تسعى مع المنظمات الدولية إلى تقديم يعني مبلغ قدره 75 مليار دولار من شهر الرابع 2020 إلى حد نهاية هذا الشهر. نعم. شهر 11/2020. نعم. دكتورة هداب، البنك الدولي وكما تعلمين طالب زعماء دول مجموعة العشرين من. نعم. أن الإخفاق في تخفيف أعباء الديون عن بعض الدول قد يفضي إلى زيادة الفقر. باعتقادك هل يمكن تكرار ما حدث في الثمانينيات من تخلف عن سداد الديون؟ نعم، أكيد هذا التخلف عن سداد الديون وارد جدا، يعني وارد جدا كما حدث في عبر الفترات الماضية في المكسيك، في الأرجنتين إلى آخره، وبالتالي يعني هذا نعرف جميعا يؤدي إلى حالات فقر شديدة، وبالتالي ليس فقط الدين يصبح هو المشكلة، وإنما خدمات الدين تصبح مشكلة أكبر من الدين نفسه، وبالتالي تزيد عبئا اقتصاديا، ومما يؤدي إلى إفلاس الدول. لذلك كانت هنالك خطوات في هذا المجال اللي أشرت إلها، كانت هنالك يعني التراجع أو نعم. أنه تخفيف وتعليق ل 14 مليار دولار اللي هي خدمة الدين العام. نعم. دكتورة هداب، يعني مساهمة دول مجموعة العشرين بدعم لقاح لفيروس كورونا كيف سيساعد في إنقاذ الأوضاع العالمية؟ نعم، أكيد الركود العالمي أصاب الدول العالم كلها بنتيجة هذه الجائحة، وبالتالي نحن مترابطون اقتصاديا وبيئيا وبالتالي سياسيا واجتماعيا، فأكيد هنالك يعني توجه كما ذكرتموه أيضا في تقريركم رئيس منظمة الصحة العالمية بتوفير لقاح بصورة عادلة، وبالتالي يعني لهذا تم تخصيص مبلغ من المال بشأن هذا يعني بشأن هذه الجائحة. نعم. من أجل أن يتم يعني التخفيف من العبء اللي بيعاني منه العالم، وبالتالي. نعم. إيجاد اللقاح الصحيح يعني الناجح. نعم. لكن ماذا إن تخلت الدول عن مسؤولياتها كما حدث سابقا؟ ما الذي سيترتب. نعم. على الشعوب لا سيما في منطقتنا العربية وإفريقيا كذلك؟ تفضلي. نعم. عفوا سؤالك. مرة ثانية، ماذا إن تخلت الدول عن مساهماتها كما حدث سابقا؟ وما الذي سيترتب على الشعوب لا سيما في منطقتنا العربية وفي إفريقيا؟ نعم، يعني أكيد إحنا هي جزء من يعني جزء من مفردات الموضوع اللي هم في صدده اللي هو تي 20 المجموعة العشرين، هذه هي إنه الاهتمام بالعنصر البشري في العالم وبالتالي خلق فرص عمل، يعني هو هذا كان جزء من السياسة التي هم يعني يبغون تحقيقها في هذا. نعم. المجال، بالإضافة إلى أنه أكيد يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار دول جنوب أفريقيا والدول العربية اللي هي الدول الضعيفة
وبالتالي نموها الاقتصادي ضعيف. لذلك كان هنالك تفكير وجزء من هذه الموضوعات والورش التي حدثت عبر هذه السنة اللي تخص الأمن الغذائي وكذلك الأمن الطاقوي، وكلنا نعرف بصدد هذا الأوبك بلس هو جزء من هذه المواضيع التي كان في صددها هذه المجموعة، وبالتالي أيضا هنالك مواضيع أخرى اللي هي تأثيرات البيئة والتلوث والتأثير المناخي وتأثيره نعم. كله على هذه الدول الضعيفة والفقيرة. نعم. في سؤالي الأخير إليك دكتورة هداب، نعم. ما هي نظرتكم طبعا لمستقبل نعم. الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية؟ ما المطلوب مع اتساع الاحتجاجات في البلدان مع دخول الموجة الثانية من فيروس كورونا؟ نعم، يعني أكيد إحنا الآن في وضع جدا حساس، وبالتالي يعني لاحظ انه هذه المجموعه اللي هي مجموعه تي 20 اللي هي الان هي في صدد هذا اللي كانت في هذا الاجتماع، وبالتالي هي فرع من مجموعه جي 20 اللي هي الدول الصناعيه الكبرى. لاحظ انه هي هذه تسيطر، يعني هذه الدول 85% من الاقتصاد العالمي هي تسيطر عليه، وكذلك تسيطر على 75% من اجمالي التجاره، بالاضافه الى 80% من الاستثمار العالمي. هؤلاء المجموعه الكل عانى من هذه الفترة من الجائحة، وبالتالي كان وضع الجائحة في الفترة الثانية خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي كان تأثيرها واضح على هذه الدول. يجب أن يتم أخذ أكيد وحتم الأمر في مسألة اللي أشرنا إلها قبل شوية، هي اللقاح، وبالتالي إيجاد يعني سبل عادلة في أن يتوفر لكل أفراد البشرية وحتى تنحل المشكلة بهذا الخصوص. الدكتورة هداب فالح الكبيسي الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.